اهلا بحضراتكم من جديد. بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفايده 200 نقطه 2%، ناس كتيره جدا اجتهدت وناس كتيره جدا قدمت تفسيرات وناس كتيره جدا بتتكلم على انه قد ايه القرار ايجابي، وناس تانية بتقول لا احنا عندنا جوانب سلبيه. وكعادتنا في اخر نهار احنا ما نسعى اليه ان احنا عاوزين نفهم، فبنحاول نستطلع زي ما بيقولوا كده ايه اهل الخبره، او يعني لا يفتى ومالك في المدينه. فمعي الان ضيفين عزيزين، الاستاذ علاء الساب عضو مجلس اداره شعب السيارات، اهلا بك يا فندم، منورنا في اخر النهار دكتور. والاستاذ ابراهيم بابي رئيس شعبه الدخان، اهلا بك يا فندم. ازيك يا دكتور؟ هنبدا بالعربيات ولا بالسجاير؟ شوف مين الاهم. اتنين دخان يعني اتنين بيطلعوا دخان اتنين دخان. لكن خلينا نروح لحضرتك استاذ علاء الاول. هذا القرار هاخد تقييم من حضرتك ليه كحد في السوق بشكل عام قبل ما نروح لمساله السيارات. شفت هذا القرار ازاي؟ شفت هذا القرار بان ده حاجه لازم في وسط الاجراءات اللي موجوده والتضخم اللي موجود في العالم ده، ما فيش فيه نقاش انه لازم يتواجد لانه لازم يواكب التضخم اللي في العالم. زيادة الفوائد دائما بتبقى لكبح جماح الطلب. لكبح جماح الطلب. النهاردة لما الناس تبقى في تضخم لازم انت كسياسة نقدية او ناس قائمة على السياسة النقدية تحاول بقدر انها تسيطر عليه. تسيطر عليه بتقليل الطلب على السلعة عشان ما تتضخمش الاسعار بتاعتها اكتر من الوضع. طبعا ده بيؤدي بعد كده لحاجة اسمها ركود، ولكن احنا يعني ما بنوصلوش قوي. بنقدر نعمل ان ازاي السوق يتفاعل مع الفلوس اللي هتبقى موجودة وتبقى القدرة الشرائية على قد الفلوس اللي موجودة، فبتحجم الطلب فبيرجع يعمل دورة تاني بعد فترة من الفترات لنزول الاسعار وتقليل التضخم. طيب استاذ ابراهيم، شايف حضرتك قرار ازاي؟ مع احترامي لراي اخويا الاستاذ علاء، لا انا شايفه خطا. ليه؟ انا صانع. انا صانع، فهتكلم كصانع. حضرتك الناتج القومي بيتقاس ازاي؟ بالانتاج، بالتصدير. طيب حضرتك ده مسار من مسارات الناتج القومي، هو صنعت الناتج عند المحل هيعلى، ما صنعتش وقفت. طيب احنا اي واحد الف ب بنوك الفرق ما بين الاقراض والاقتراض 2%. انا صانع، حضرتك عايز يتوسع في مشروع، هروح هاخد قرض من البنك هيديني كان ب 11، النهارده زاد 2 بقى ب 13، الفرق 2 عندنا 12 وربع للشهادات، يبقى حضرتك هاخد وربع حضرتك هاخد 14 وربع. طب حضرتك الصانع هيدفع من جيبه؟ لا، هيحطها على السلعه بتاعته. طبعا خليني الاول اخد قبل ما نروح للجانب السلبي، هو ده الجانب السلبي على فكره. من قبل ما ابراهيم بيقولوا، انا اقول قبل ما بيقولوا ده الجانب السلبي في ظل الازمه. لا في ظل الازمه دي لا، في حلول ثانيه ممكن. اتفضل. معلش اتفضل. في حلول داخل الصندوق وفي حلول خارج الصندوق. حضرتك ارجع ورا، الحل اللي اتعمل ده داخل الصندوق، داخل الصندوق ده النمطي زي امريكا لما رفعت زي اي حد. بس روسيا ما عملتش كده خالص، لانه فكر باسلوب تاني. مع احترام الكامل لمحافظ البنك المركزي، حضرتك في صناعه، في معالي وزيره الصناعه اللي تعبت 3 شهور كاملين علشان تحيي المصانع ما تتقفلش. ما تاخدش الاتجاه بتاع انك عايز تقلل الفلوس، الفلوس مش هتقل بالعكس. انا النهارده انت بتقفل المصانع بطريقه غير مباشره، بمعنى انا مستثمر صغير حضرتك هشتغل، بشتغل اي صناعه، انا مش هجيب ال 14 وربع او ال 12 وربع، هقفل وهاخد فلوسي واسحبها من السوق. الليكويد ماني بقى، انت بتسحب الليكويد ماني كله من السوق واحطه في البنك وانام، عشان هيجيب لي فايده كبير، وهنام في البنك في البيت. في البيت الفلوس اللي نايمه في البنك هتنام في البيت. طب حضرتك فين العماله؟ فين الراجل اللي عايز يشتغل عشان يجوز بنته؟ فين الحركه؟ انت عندك لازم القاطره، كلنا معترفين ان في ازمه صحيح،
معترفين، واللي يقول غير كده يبقى لا صحيح. ومشفق على محافظ البنك المركزي ومشفق على معالي وزير الماليه هيجيب منين. فاحنا النهارده هنيجي في المرحله الثانيه هشرح لك حاجه من اغرب الغرابات في القرارات. فانا النهارده انت النهارده زودت الفايده عشان ايه؟ التضخم مش هينزل لسبب. في حصل ارتفاع الاسعار خدت الذروه الاولى. ممكن ما تزيدش بس مش هتنزل. مش هتنزل لانك انت عملت قرارين في وقت واحد كانوا دمار. موضوع الاعتمادات المستنديه عطلت 3 شهور من البلد. ده اللي الرئيس وجه بالتعديل. فخامه الرئيس تدخل في الوقت المناسب، لان لو كان استمر اتاخرت تقول في الوقت الحاسم يعني في خلاص. بعد مجهود، لان من منبرك المحترم لازم اشكر معالي وزير الصناعه 3 شهور ما نامتش. لان بتشوف حضرتك بتشوف ابنك تعبان عايز تنقذه. طب احنا هنيجي للجزئيه دي القرار ده، بس انا عايز يعني حضرتك لما طرحت رؤيتك فاستاذ ابراهيم اول ما بدا قال ايه يعني مع احترامي للكلام فتعليقك ممكن على الكلام ده. حضرتك انا بتكلم في الجزء الايجابي بتاع بتاع يعني القرار. انت موافق ان في جزء طبعا سلبي؟ في جزء سلبي مفيش فيها نقاش، هو له ايجابيات وله سلبيات. احنا بنقول الايجابيات دي المعطيات الاقتصاديه العالميه. يعني امريكا راحت عملت كده عشان كده. اوروبا كلها زودت برضو الفايده، الخليج على طول زود. انا ما بقولش ان دي حاجه صح، لكن هي لازم تتعمل عشان تجبح جماح الطلب. لكن كلام الاستاذ ابراهيم بيتكلم صح. طب انا بتكلم على إن القرار بقى. على انه القرار خلينا نحطه في السياق. في السياق يعني سياق روسيا الان غير سياقنا. عندي امريكا وعندي اوروبا وعندي دول الخليج خدوا نفس القرار. انا السياق المصري، السياق الاقتصادي المصري حالته هذا القرار يناسبها ولا كان في قرار اخر؟ بص حضرتك، هو بالنسبه لمصر طبعا احنا حاله خاصه شويه بالنسبه للتضخم عندنا عالي جدا، بعيد حتى عن الارقام العالميه بعد ما كنا بدانا نوصل لارقام. احنا قصين 13 وشويه. دلوقتي بسبب طبعا ازمات 15 يعني انت امريكا اعلنوا 8.3 بالظبط كده وربع ده النهارده. امريكا 9 النهارده، امريكا 9 تقريبا او 9 وربع. فهو احنا بالنسبه لنا الموضوع ان احنا عندنا التضخم اعلى، العملة عندنا طبعا غير كافية بالكامل، لان احنا طلع من عندنا هوت ماني كتير، وطلع من عندنا في الفترة الاولى روسيا بتاعت التضخم وبتاعت الحرب بتاع روسيا. طبعا شيء طبيعي ان احنا بنستورد حاجات كتير من البلاد اللي حصل فيها مشاكل زي اوكرانيا وروسيا قمح وغيره وغيره، فطبعا ده كله اثر عندنا في الارتفاع. ولكن يعني انا اقصد اقول ايه، الاستاذ ابراهيم بيتكلم على مصانع، شيء طبيعي ان اي زياده في الفايده بتعلي التكلفه. ده بقى الاثار السلبيه بقى. بتعلي تكلفه المصنع، بتعلي تكلفه المستورد، بتعلي تكلفه المقترض عشان يشتري سلعه. كل دي اثار سلبيه. واخد بال حضرتك؟ لكن هو انت ما فيش قدامك غير ان انت تاخد، يعني احنا نقول ممكن نعملها حل وسط، بس هو ده. هو محافظ البنك المركزي لما زود 2% هو قرا اللي هيحصل بعد شهرين. صحيح، هو حتى في البيان قال ان هو بناء على اللي هيحصل، لان امريكا هتزود مرتين كمان في يونيو ويوليو، كل شهر اعتقد 0.5%. ده على التوقعات بتاعت كبار المحللين. واخد بالها؟ فهو بيستبق الاحداث او يعني بيجاري الاحداث. ولكن هي ضريبه هيدفعها كل العالم على فكره. طب لو خدت حضرتك للسوق، سوق السيارات في مصر الاول، خريطه السوق وانا قاعد مع حضرتك الوقت ايه؟ الخريطه الخريطه هو دلوقتي ان طبعا السيارات قليله جدا لعوامل كتير، منها عوامل خارجيه ومنها عوامل داخليه. العوامل الخارجيه زي ما احنا عارفين نقص المكونات. على فكره اوكرانيا وروسيا لمعلومات كل المشاهدين بيتعمل فيهم مكونات كتير جدا للعربيات. يعني هي الازمه جايه في منطقه يعني بالنسبه لنا سبحان يعني الله خط وعلى فكره يعني. هو العالم متكامل. هو المشكله دي لو حاصله في حته دي، لو حاصله في تايوان والصين زي ما بيقولوا ان ممكن يحصل مشكله، هتبقى نفس الاثر؟ لا، هتبقى اثار عاليه جدا برضه. لان تايوان فيها السيمي كوندكترز كلها. تايوان فيها 60%. لكن بالنسبه للسيارات انه جزء كبير من المكونات بتتعمل في اوكرانيا بالذات. يعني في ماركه معينه او مجموعه معينه من السيارات لا داعي لذكر الاسماء بتضم تحتها حوالي 6-7 ماركات. المكونات من اوكرانيا، مكونات مكون مهم جدا موجود في ده، في مكونات في روسيا
من لبعض الشركات برضو لا داعي لذكر الاسماء، ومنهم عربيات ناقصه جدا في مصر والناس يمكن حاسه بيها، يمكن عربيات فيها بتتباع باسعار عاليه جدا. دي ده 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 عامل خارجي. طب العامل الداخلي زي ما ابراهيم بيقال عندنا فتح الاعتمادات، عندنا التاخير في فتح الاعتمادات، عندنا الـ 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 النقص نفسه في العمله، لان العمله بتوجه للسلع الاستراتيجيه وليس للسلع التكميليه زي السيارات. فشيء طبيعي ان ده مع ده عمل مناخ وحش جدا جوه السيارات. يعني مش عايز اقول لحضرتك ان احنا يا دوب اللي ماشي النهارده او متواجد هو شويه بتوجيهات السيد الرئيس الاخرانيه، موضوع المكونات المحليه للسيارات اللي بتصنع محليا. لكن مش لكن كل واحد، لكن المكونات اللي من بره لا تزال فيها المشكله قائمه. لا، المكونات اللي بتستورد من بره برضو يعني هو سهل عليها بالقرارات الاخيره لتصنيع السياره المحليه او اللي بتجمع محليا. لكن السيارات المستورده الحقيقه فيها مشكله كبيره. هنجيلها دي. طيب ناخد بنفس برضو الشكل خريطه سوق السجاير. بس اسمح لي اخد كلمه من حضرتك، لان انا بحب اتحاور مع الكلمات اللي انت حضرتك بتقولها. قلت له هل كان في نظام تاني يمشي مع مصر؟ وانت ده السؤال يعني عجبتني ليه؟ كان في بس للاسف عندنا جزر منعزله. هو ليه فخامه الرئيس لما دخل وقال ستوب مستلزمات الانتاج ارجع تاني مفيش حاجه اسمها اعتمادات؟ ليه؟ لانه ارى ان عنده، هتكلم على قطاعي انا بس، 300,000 عامل هيتشردوا. ليه؟ لان انا القطاع بتاعي القطاع الوحيد اللي المستلزم الانتاج بتاعه كله مستورد، لان لا نزرع تبغي في تبغى هو اراها. يعني انت مستلزمات انتاجك كلها من بره، من بره استيراد. حضرتك ممكن، احنا ما بنشجعش حد على التدخين، التدخين مسؤوليه، ده موضوع تاني. التدخين موضوع تاني. عشان اقول حاجه بس عشان اجيب لك في الاقتصاد. التدخين مسؤوليه كل مدخن، انا بتكلم اقتصاد. حضرتك معالي وزير الماليه المحترم قدم في الميزانيه 22-23 عايز من قطاع كام؟ الميزانيه اللي جايه عايز من قطاع كام؟ 86 مليار جنيه. ده دول رسوم وضرايب. رسوم وضرايب. ايوه 86 مليار جنيه. مليار جنيه. السنه اللي فاتت 21-22 خد مني 79 مليار. يعني انت بتزود 7 مليار زياده. 7 مليار حضرتك هيجيبهم منين؟ طب هو لما يحطهم زياده في الموازنه بيحطهم بناء على ايه؟ عايز مصاريف، هيصرف منين؟ ما احنا القطاع الوحيد اللي كله ضرب ما فيهوش شتيمه. مهما زودت السعر ما نقدرش نفتح بقنا. ممنوع. ما انت ما حدش بيقول لك حاجه في الشارع. يعني انت لو زودت ثمن اي سلعه ثانيه الناس تعترض، زود السجاير ما حدش بيتكلم. فهو لازم هيضطر يزيد. اقصد معلش ضغط انت من السوق، من الشارع. سلعه استراتيجيه يا فندم. سلعه استراتيجيه من انقابين او السجاير. طبعا سلعه استراتيجيه. ما حدش يقدر ينكر دي. وتاني ايراد بعد قناه السويس لخزينه الدوله. لا هو ممكن ننكر يعني. ده على لا حضرتك بتقول لي دي سلعه استراتيجيه ممكن انت حضرتك ما تدخلش. ممكن انكر. ولكن لا انا بدخن يعني مش هقول لك لا يعني مش لا يعني لكن انت النهارده المدخن مهما زاد. لا اقصد يمكن في لحظه مقارنه بالسلع، عشان برضو استاذ ابراهيم يعني انا بقول قمح سلعه استراتيجيه مش هستغنى عنه، لكن السجاير او المعسل السلع الاستراتيجيه لا انا اقدر استغنى عنه. هو بالنسبه لي مش استراتيجي. حلو قوي. انت النهارده تقدر تستغنى عنه وتستغنى عن 86 مليار جنيه؟ لا الدوله مش هتستغنى. شكرا. أي. يبقى انا النهارده الحلول شوف بمسك الشعب من ايده للكبار. الحلول بقى الحلول اللي هي خارج الصندوق يا دكتور. انا بحب دايما، انا اول عهدي في التجاره والاستيراد كنت بستورد عدس من تركيا. من تركيا. كنت بستورد من مورد هناك وما زلت صداقه مصدر بيصدر لي عدس. والله العظيم لو شفت دولة تركيا كانت بتعاملني كمستورد من تركيا ازاي؟ بتدلعك. دلعني حجز في اعلى فنادق. مفيش حاجه اسمها ممنوع، كل حاجه متوصله لك طالما جبت دولار. طب انا النهارده يا دوله يا وده مخاطبه معالي وزير الماليه من برك. حضرتك انت عايز تشجع التصدير ولا عايز توقفه؟ عايز تشجعه. حضرتك يعني ايه اروح ماموريه ضرايب المبيعات اقول لهم ردوا لي اللي انا دفعته؟ واحنا السلعه الوحيده اللي ملناش دعم صناعات تصديريه، ملناش احنا صندوق دعم صناعه الدخان. افرين بيه، ما احنا لازم نحط السلعه دي في اطارها. تمام. مش هيديك دعم صادرات، مش هيديك. لا انا ما طلبتش حضرتك يعني، انا ما طلبتش بسبب يعني اقصد ايه؟ يعني حضرتك تقول ماليش كذا وماليش كذا خلينا نتجاوز ده. انا ما طلبتش. انا ما حملتكش عبئي. تمام. انا كرئيس شعبه الحمد لله فضل من الله 30 سنه رئيس شعبه، عملنا نظام كلنا
على رجل قلب واحد. انا النهارده صدرت جبت لك دولار، مش هقول لك دلعني، طبطب عليا. حضرتك حطيت في القانون الاخراني 45 يوم وخمس ايام عشان ارد الضريبه، انا دافع، انا سلع جدول الف، بدفع الفلوس الاول وبعدين اطلع بضاعتي من الجمرك، لان الخام كله ايه من مستورد. الله يمسيه بالخير الاستاذ محمود محمد علي رئيس مصلحه الضرايب، هطلع قرار في سنه تقريبا في سنه 2000 يرد للمعسل المصدر في 60 دقيقه. عارف التصدير 60 دقيقه؟ اقسم بالله 60 دقيقه، والقرار 2702. عارف لازم يتحفظ رقم القرار. عارف تصديرنا زاد قد ايه؟ 300%. احنا النهارده بننهج عايزين نجيب في الشهر 15 مليار. طب انا بروح للضرايب. طب خلينا، انت اللي بتتعامل معانا كله ضرب ضرب، مفيش شتيمه، انا بسالك عن خريطه المنتج الوقت، خريطه المنتج الوقت، يعني لما حصل هنيجي للجزء ده، هجيلك لانه خريطه المنتج كانه سلعه انا بصدرها بستفيد منها ايه؟ خريطه المنتج، خريطه عندنا 51 مصنع داخل جمهوريه مصر العربيه دوم المعتمدين، 51 مصنع، 51 بما فيهم الشركه الشرقيه استردن كومباني دي اللي مخصوصه تصنع سجاير، والاربع شركات الاخرى بتدخل بتصنع عندها بتأجر. اللي هي دي اللي بتصنع الاجنبي؟ بتصنع الاجنبي. تمام. وفي قطاع المعسل. يعني نقول والشركه الشرقيه بتنتج معسل برضه. الوضع الحالي لما طلع قرار سنه شهر 12/2/22 كله وقف. الخام عندنا زاد جدا. طبعا انا ما اقدرش اتحكم في اسعار السجاير. انا خفضت السجاير، الخزنه فضت بتاعه الدوله. فالنهارده ال 7 مليار اللي معالي وزير الماليه عايزهم اضافي، هيعوزهم ازاي؟ قدامه حلين، قدامه حل من الاثنين، لو حسب الرخصه بتاعه السجاير اللي هيباعها اللي هي اللي الكراسه اللي اتنشرت، لو هيدخل فلوسها ضمن هذا القطاع يبقى جاب ال 7 مليار، ما دخلهوش يبقى قدامه حل واحد الا وهو لازم يغير الضريبه الثابته. لان السجاير عندنا اثنين ضرائب متغيرة، ضريبة متغيرة وضريبة ثابتة. الضريبة المتغيرة بتقول 50% من سعر بيع علبة السجاير للمستهلك. والضريبة الثابتة شرايح، ثلاث شرايح. عندنا اللي هي كروباترا واخواتها، وعندنا الوسط وعندنا العالية. فهو لازم هيحرك يا جنيه يا 2 جنيه في هذه الشريحة. تمام؟ ده بالنسبة للسجاير. بالنسبة للمعسل، أنا النهاردة لما حصل القرار بتاع الاعتمادات الخامات شحت. طبعًا. احنا يعني تخيل 51 مصنع وأربع مستوردين تبغي. بس يعني مقفولين. لما فخامة الرئيس عمل المبادرة المحترمة ومنعنا ان احنا نقفل مصانعنا، ومعالي وزيرة الصناعة استميتت ان المصانع تشتغل، احنا كمستورد لما عدل القرار، لما عدل القرار بتاع الاستيراد احنا كان 31/5 31/5 كان من ال 51 مصنع 24 مصنع كل سنة طيب كانوا هيتقفلوا، ما كانش فيهم خامات. انا عملت قرار لما يعني ده القرار بتاع الرئيس ده كان قرار انقاذ شال السلع كلها. وشوف حضرتك مش بس للسجاير، وشوف حضرتك بقى طبعا. شوف حضرتك رد الجميل، احنا كمستوردين في قطاعنا اجتمعت بيهم، تعالوا احنا كنا مزودين السعر الخام على المصانع، عايزين نخفض الخام اللي انا اقدر اعمله، انا ما اقدرش اعمل اكتر من كده، ما اقدرش اجي جنب السجاير بس اقدر في المخام للمصانع انزله. كان زاد 15 جنيه مثلا او زاد 20 جنيه في الفتره بتاعت الثلاث شهور دول، لا نزلناهم تاني. بيحكموا حاجه تانية اللي هي الكرتون، العسل زاد لان هي مهنه توليفه بتاعتها، العسل زاد، الجرسين زاد، العسل زاد 100%، الجرسين زاد 100%، الاسانسات زادت. فبالتالي جينا للمصانع اذا سمحتم هنزود بس بايه؟ بقدر يعني. بقدر. بقدر عشان نعرف نشتغل. علشان حتى يبقى احنا قطاع دايما لنا الاسبقيه في اتخاذ القرار السليم. طيب. الوقت المناسب. خلينا نروح للاستاذ علاء، احنا مكملين مع بعض لان احنا قصه الحلقه احنا عايزين نطلع منها، ربنا يخليك، احنا عاوزين نطلع من الحلقه انه ده وضع السوق ومحتاجين ايه. يعني انه يبقى في اداء افضل. يعني احنا كنا توقفنا عند انت ما بقاش في مشكله قوي في المكونات او مستلزمات الانتاج اللي بتيجي للعربيات اللي بتقفل المحليه، لكن توقفنا عند الاستيراد المستورد. خريطته ايه برضه دلوقتي؟ هو الاستيراد حضرتك طبعا في مشكلات زي ما قلت خارجيه كمان، وقلت في مشكلات داخليه تتلخص في القرارات
طبعا قرارات طلعت لازم نسبه الرقابه الصناعيه، لازم يبقى في نسبه لقطع الغيار، في جزء للمراكز الخدمه اللي تخدم السيارات. كل ده شويه انا بعتبره تقييد جزئي للاستيراد بطريقه او باخرى لتقليل الضغط على العمله في الاستيراد. طبعا ده عمل لنا مشكله في الاستيراد. طبعا الشركات بره بدات تبص لنا ان احنا النهارده بنأخر جدا الفلوس في الاعتمادات، بنأخر الحاجه. العربيات اللي كانت واقفه من حوالي شهرين ثلاثه وتدفع عليها ارضيات مئات الملايين، مئات الملايين في الموانئ ارضيات في خلال الشهرين ثلاثه اللي فاتوا. طبعا كل ده تكلفه. بدات المصانع بره تتكلم معانا وتقول لنا او تتكلم مع الساده الوكلاء الحصريين للشركات ان احنا ما عندنا، احنا بندي لكم عربيات واحنا عندنا ازمه خارجيه، يعني عندنا ازمه هناك في العدد وفي المكونات والى اخره، لكن كل دوله لها حق انها تاخد جزء من من الاستيراد بتاعها او فاحنا مش هنقدر نكمل بهذه العطله، فاحنا مضطرين لايقاف الانتاج لمصر من يعني كدوله، دوله مصر هنضطر نوقف الانتاج ليها ده في حدود من كل الماركات ولا يعني هنقول معينة. ان اكتر من نص الماركات او يعني اكتر من النص الحقيقه، الماركات اللي هي بتستخدم قوي او كمياتها كبيره في مصر هنوقف لكم الانتاج يعني شهور لا تقل عن ست خمس ثلاث شهور اسف يعني نقول خمسه وسته وسبعه، اللي بينتج في سبعه ده بيجي لنا في ثمانيه، فحتى لو هيبداوا ينتجوا في ثمانيه مفيش حاجه هتيجي قبل تسعه، ده في حاله ان يكون في فوائد ساعتها، محدش عارف طبعا ما هو مدى اللي ممكن النقص في المكونات توصل لغايه فين. فدي عملت مشكلتين، مشكله بره ومشكله جوه. اللي بره حضرتك اللي بتقول عليها ان هم وقفوا اللي جوه عندنا مصر. الاعتمادات ستيل لغايه دلوقتي احنا سلعه مستورده طبعا، سلعه الاعتمادات حتى دي مش مكونات انتاج يعني، دي سلعه، لا دي مش مكونات، دي سلعه كامله. حتى انا هقول يعني انا هقول برضو حتى في برضو بعض شركات عندنا اللي هي الشركات مصر بتستورد سيارات في السنه بكام؟ هي في حدود 100,000 عربية، 100,000 عربية مستوردة حضرتك، ال 100,000 عربية دول بحوالي مليار ونص تقريبا، مليار ونص دولار. مليار ونص دولار برضه بندفع عليهم جمارك وضرايب حوالي 40 مليار جنيه. انا فاهم، انا بس بقصد العملة العملة المستهلكة تقريبا واحد مليار ومليار مليار ونص تقريبا مليار دولار، مليار دولار دي عشان نستورد سيارات مستوردة مستوردة اللي بتدفع عليهم ده هنا ما بتدفع عليهم مش مشكلة، لكن اقصد السحب من السحب العملة، من الدولار من العملة حوالي مليار ونص. السوق ده بياخد مليار ونص مليار ونص كل سنة من السيارات المستوردة. بتاخدوا كام انتوا؟ 500 لو دخلنا شركه 500 مليون ولا 500 مليار؟ لا مليون ما انتوا سجاير طبعا. لا 500 مليون احنا عربيه حاجه كبيره شويه. 500 مليون دولار 500 مليون دولار يعني احنا عندنا السلعتين اللي على الترابيزه دول نكمل المعادله. ما انا ماشي معاك بدخل خطوه خطوه بدخله قد ايه دولار؟ بتدخله قد ايه؟ تصدير بتصدر بقد ايه؟ ده حلو بقى. بتصدر بقد ايه؟ بصدر له بقد ايه؟ لو حضرتك الحاجات البسيطة اللي أنا قلت عليها ولمحت وقلت في جرس إنذار اللي هي الحلول الغير تقليدية زي ما الأستاذ محمود محمد علي سنة 2000 قال لك رد له في 60 دقيقة إداني فلوسي جبت بضاعة صدرت تاني جبت دولار تاني. صدر بقد إيه؟ لا إحنا في الفترة اللي فاتت دي في الشهر 10 مليون دولار. 10 مليون؟ احنا يعني كان نفسنا احنا قبل يعني كده يعني 120 في السنة هو خد 500 ورجع لك 120. يعني مليار و200 مليون لا 10 120 مليون دولار يعني هو خد ب 500 طلع من البلد 500 لكن رجع لك 120. حضرتك انا النهارده عشان ارجع لك ايوه يعني اكتر من 120 اقل كتير ايوه اقل بس جاب لك بس جبت لك هو جاب لك تصدير. ما حضرتك انا النهارده مش احنا طماعين انا معاك يعني وانا طماع اكتر منك بتاخد 500 مليون دولار وبجيب لك 120 السنه بتجيب ربعهم في السنة في أيوة. السنة ال 500 في السنة ولا في الشهر؟ في السنة في السنة وبتجيب في السنة 120 مليون دولار. حضرتك أنت طماع أنا طماع أكتر منك أنا عايز أجيب ال 300 مليون دولار عايز أجيبهم الضعف عايز أجيبهم حضرتك يجوا إزاي؟ نسيب بقى من ال يعني إيه اللي مش مخليك دلوقتي تجيبهم وإحنا قاعدين المعوقات يا فندم اللي حضرتك كلمت عنها بعضها ده أنا ما قلتش فيها معوقات ده أنا لو قلت لك المعوقات هتزعل لا ما زعلش إحنا طب أقول لحضرتك حاجة فخامة دولة رئيس الوزراء أنا أول معوقة اللي هو الرخص والسجلات الصناعية حضرتك الراجل بيجري بسرعة الصاروخ عايز 15 يوم يطلع رخصة ويطلع سجل صناعي عشان يشتغل أنا بقول له نصيحة حضرتك
لو ما خيرتش الجزر المنعزلة في التنمية الصناعية مش هيحصل. طب هديك المفاجأة دكتور، هديك المفاجأة حضرتك. القانون 15 لسنة 2017 طلع اسمه ايه؟ تسهيل التراخيص. تخيل احنا في 22 لم يتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة حتى الآن. اديك بقى ازيدك من الشعر بيت. ولم يتم لجنة التظلمات داخل الهيئة. انا عندي ست مصانع واقفين. ست مصانع من ال 51. لا ده فوق ال 51. فوق ال 51. لا الهيئة مش معترف بيهم. ليه؟ القانون كان قال ايه؟ لو في واحد مصنعه ما اشتغلش سنتين واحنا نزلنا لجنة عشان نعين المصانع تسحب تراخيصه. طب حضرتك ورجع بقى القانون المشرع، المشرع بروح القانون قال ايه؟ الا بعذر قهري. كويس تمام. جينا في التنمية انا كرئيس شعب وانا كنت عضو في اللجنة العامة حضراتكم، الراجل ده كان عنده ظرف طارئ مش دون الافصاح عنه. قال لك احنا مش جهة خاصة. لو في لجنة تظلمات بقى هتروح وتعرض مظلمة. دخلت في القطاع بتاعي ست مصانع. تتكلم على موقات خارج مسألة الظروف الاستيراد والحاجات دي. ده انا بتكلم. لا انت انت بتسالني عايز طماع وعايز فلوس. ما انا هجيب لك، ما انا ست مصانع هم هدخلهم في القطاع هيشتغلوا ويجيبوا عماله ويصدر. ده بند. البند الثاني رد الضريبه. ده يا معالي وزير الماليه ادي تعليماتك لضرايب القيمه المضافه ان الدخان ده سلع جدول الف، انا بدفع مقدم للدوله وصنع وصدر اجيب لك دولار. لما تعطل لي دوره راس المال 50 يوم خلاص. طب اجيب منين؟ ده انا ابقى عايز خزينه البنك الاهلي ورا ظهري. طب الكلام اللي حضرتك بتقوله ده يخليني اطرح قضيه على حضراتكم جريد. وهو العلاقه ما بينكم وبين الحكومه. يعني احنا بنسمع طول الوقت انه الحكومه بنقعد وبنتكلم وبنعمل جلسات وبنسمع شكاوى المصدرين والمستثمرين وبنحلها على الارض. العلاقه تحديدا في الشعبتين دول او في السلعتين دول، العلاقه مع الحكومه عامله ازاي؟ يعني في تواصل؟ في تواصل الحقيقه. بتتكلموا يعني لما بتتكلموا حد أنا بيسمع؟ انا شويه يعني دائما وابدا، ده من طبعي الخاص يعني ان انا بحط دائما نفسي مكان اللي قدامي المسؤول. هو الحقيقه التضارب زي ما قال الاستاذ ابراهيم، هو مفيش تعاون بين الادارات مع بعضها. يعني كل اداره بتخلص احنا الوقت حاجتها. الاول احنا في الحكومه جوه. في الحكومه لسه ما جيناش علاقتكم بالحكومه. ده احنا بنتكلم في الحكومه. هو لو كل الحكومه هي كلها الـ كل الوزارات مع كل المعنيه باي موضوع متفقه مع بعضها، بتحط الاسس مع بعضها، بتاخد القرار مع بعضها، لكن كل واحد بيبقى عايز يخلص الحاجه بتاعته ويطلعها على اللي بعده ويرمي المسؤوليه على جثه بعيد في الارض اللي جنبه. الحقيقه دي مشكله يعني دي مشكله في دي مشكله طبعا موجوده لازم تتحل. واخد بال حضرتك؟ فدي من ضمن الحاجات. لكن هم بيسمعوا في ايدهم ايه؟ يعني مثلا مشكله زي بتاعه الاستاذ ابراهيم بيقول اللي هو رد الضريبه. هو رد الضريبه دي فلوس انت خدتها. هي مشكله الحكومه من ضمن المشكلات انك بتاخد الفلوس دي وتستعملها في حاجه تانية. هو انت النهارده الفلوس اللي اتدفعت للضريبه المفروض تترد بعد يعني فتره معينه، مش على ذمه الضريبه بس اتراحت في حته تانية. هو اركن كل حاجه ونظم كل وزاره بالحاجه بتاعتها. يعني الفلوس، هو الراجل حط 5 مليون جنيه هيرده، ساعه ما يردهم يلاقيهم موجودين جوه الخزنه. بعد زي ما كان قال بعد 60 دقيقه ده اللي انت عايزه. لا انا هوضح نقطه طب بس خلينا ما احنا ارجع لك بس اوضح نقطه بس الاستاذ هاني ميلاد رئيس شعبه الذهب. يعني بنحاول نوسع بس دايرة النقاش. استاذ هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. يعني احنا طرحين للنقاش انه في ضوء الاجراء الاخير بنستعرض السوق. يعني احنا معانا الاستاذ ابراهيم مبابي رئيس شعبة الدخان والاستاذ علاء السبع عضو مجلس ادارة شعبة السيارات. الذهب يا فندم، خاصة ان الذهب يعني خلال الفترة اللي فاتت هو سلعة حساسة جدا للشائعات وللأقوال، وارتفع ما ارتفعش، السوق وقف ما وقفش، وضع سوق الذهب بعد القرار الأخير ده ايه؟ هو طبعا زي ما حضراتكم عارفين انه الذهب دي سلعة مدركة على البورصة العالمية وبتتأثر تأثر مباشر بأي قرارات اقتصادية وجيوسياسية والانخفاض والارتفاع ده وارد عليها بصوره قويه جدا.
اما ما يخص القرارات الاخيره فهي ما بتاثرش بصوره مباشره على سعر الذهب، الا ان اشاعه الاستقرار وانه قيمه الدولار بالنسبه للجنيه اصبحت شبه ثابته وما بيشبهاش اي تغيرات في الوقت الراهن الجديد، ده ادى طبعا لهدوء واستقرار السوق نسبيا. فاحنا فعلا تاثرنا بطريقه كويسه ايجابيه في سعر الذهب، خفض نسبيا عن الوقت اللي فات. وده مؤشر كويس يعني يشجع المستهلكين والناس تشتري في الاسعار دي. تمام جدا. احنا عندنا حاجه يعني الحمد لله حاجه ايجابيه. بشكرك جدا استاذ هاني ميلاد رئيس شعبه الذهب. ما احنا بنتنشأ على اي حاجه ايجابيه، نرجع هناك يعني. نرجع لازم اي حاجه تنزل سعرها. نرجع علاقتنا. طب علاقتنا بالحكومه، بس احنا دلوقتي بنثبت ان الذهب يعني تاثر ايجابيا بالقرار الاخير. طبعا. طيب علاقتي بالحكومه. علاقتك بالحكومه شعبتي. إيه الحمد لله علاقتنا جيده جدا بالحكومه وبيسمعونا كويس. وفي بعض رؤساء الهيئات بتفكر خارج الصندوق، وتسمح لي اقول حاجه موقف، لان دايما من لا يشكر الناس لا يشكر الله. صحيح. حضرتك معالي وزيره الصناعه لما قلنا لها خدي مفاتيح المصانع احنا هنقفل 31/5 ما نامتش. يعني دي قلت لها ده حوار تبني يعني. حصل. حاجه تانية، جهاز حمايه. ايوه عملت ايه بقى؟ ما هي بتكمل القصه. ما هي القرار يعني القرار رجع. قلت لها لا احنا في الاعلام بنحب التفاصيل. حلو الحكايه. خدي مفاتيح يعني. قالت على جثتي المصنع قفل. بكلم القياده السياسيه وموصله الموضوع لاعلى مستوى. تمام. لما طلع من فخامه الرئيس وقال لك بلاش المستلزمات. المستلزمات. استثنى مستلزمات. في حاجه ثانيه، جهاز حمايه المستهلك. احمد بحسام، احمد ايمن بحسام. ايمن بحسام حضرتك عايز يحط سعر الحاجه على السلعه. وده حقه علشان جشع التجار. ملهاش حل. ليه؟ لان علبه السجاير بتتطور، اسعارها بتتغير، مش معقول اعمل المطبوعات. هو اللي ادانا الحل. تخيل. قال لك ماشي انا متفاهم كلامكم، ما تيجي نعمل باركود كده على العلبه، فيها سعر العلبه وتاريخ انتاجها وبتاع. انا خارج الصندوق اهو مسؤول. بس فكر خارج يعني هو الباركود انتج النهارده بسعر النهارده، فدي هتتباع النهارده لما النهارده ما تتباعش في نفس اليوم. التاجر هيجي يقول له انا العلبه السجاير مثلا سايب ب 22 جنيه، هيقول له لا اسف، هيعمل الموبايل كده ويحطه على الباركود يطلع السعر 20 جنيه، يقول له لا انت بتسرقني. 20 جنيه. انا واحد مسؤول. دي كويسه، دي دلوقتي بتطبق. 1/7 حلوه جدا. واحد ايوه قول بقى بالرحمه. 1/7 عندك اخبار حلوه اهي. ايوه انا بقول لك. ايوه يعني دلوقتي انه بقى علبه السجاير مش هيبقى عليها الثمن، هيبقى فيه باركود من 1/7 اللي جاي. 1/7 يا فندم. كويس. انا 70% من المنتجات 70% من منتجات الدخان من السجاير. فانا اروح بالموبايل اعمل يعني سكان للباركود يطلع لي السعر. هو بقى لو ما ادفعش زياده. بالظبط. طب حلو قوي. انا مسؤول. فكر خارج الصندوق. حضرتك عندنا مسؤولين. عندنا هو مش هقول بشرى للمدخنين، خبر للمدخنين. خبر للمدخنين. حضرتك عندنا مثلا قطاع الجمارك والضرائب. عندنا في اتحاد الصناعات المصريه، انا نائب رئيس لجنه الجمارك باتحاد الصناعات المصريه. رئيس اللجنه الباشمهندس محمد البهي. حضرتك بيجي المسؤولين يقعدوا على الترابيزه وبيحلوا على الترابيزه في كل القطاعات، مش قطاع الدخان بس. في خطوات، بس في معوقات بسيطه. يحضرني مقوله لدوله رئيس الوزراء مع رئيس غرفتي اشرف الجزائري والمهندس محمد السويتي رئيس الاتحاد وطارق بيه توفيق. كان في موضوع بيحكوا له، قال لهم انا مش عايز تقولوا لي ده كويس، ممكن تقولوا لي المعوقات على الارض ايه علشان احلها؟ عشان احلها. بدا فهم المسؤولين. العلاقه جيده، ولكن في بيطلع موظف انا عايز ارد على حته ان الفلوس بتاعتنا راحت في حته تانية فمش عايز يردها لي. لا يا فندم، الفلوس بتاعتنا موجوده جوه الماموريه، بس بتاع الماموريه مش عايز يرد لك. ليه؟ عشان مش هياخد حوافز، لانه ما حصلش الحصيل. طب هسالك سؤال. هسالك سؤال سريع دلوقتي. لو انا رحت عملت اسكان للباركود وطلعت علبه سجاير مثلا ب 20 جنيه، هو عاوز يبيعها لي ب 22،
حضرتك بقى انت عايز تضحك عليك انت حر. هو حر لكن ما فيش بقى بين البيع والشراء افتحال يا حضرتك. لا ما هاخدها. لكن هو انت ما لازم نغير ثقافه. قول له ما انا بقول لازم نغير ثقافه. لازم نغير ثقافه. لا حضرتك وبعدين طيب. كمان برضو من انا بيعجبني المسؤول اللي بيديني قرارات بره الصندوق. انا ممكن تعملوا لنا كشعبه تعملوا لنا ارشادات تعليميه من عندي اللي عندي. راجل وفر عليا وحللي مشكلتي. ده خبر. ده خبر كويس ده جدا. احنا يعني 1.7 السجاير 70% من المنتجات اللي بالسوق عليها باركود بالسعر. باركود بالسعر. طيب خلينا نسمع من الاستاذ عطيه حماد رئيس شعبه مخابز القاهره. استاذ عطيه اهلا بيك يا فندم. استاذ عطيه. ايوه اهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير يا فندم. يعني احنا في نقاش حوالين بنستعرض يعني كل السلع السوق عامل ايه في ظل القرار الاخير بتاع البنك المركزي. لكن شعبه مخابز القاهره حضرتك رئيس شعبه مخابز القاهره هذا القطاع ايه مشاكله الاساسيه الان يا فندم؟ احنا مشاكلنا الحقيقه بتنحصر في حاجات كتيره جدا. طبعا كل حاجه عندنا غليت في المواد الخام بتاعت اللي احنا بنستخدمها في صناعه الخبز. زي الخميره زي الملح زي الكهرباء زي المي كل الحاجات دي كلها احنا بنستخدمها زينا زي اي حد في السوق. يعني كمواطن عادي خدت بالك حضرتك ازاي؟ معاك. فاحنا بنستهلك الكلام ده كله وبنجيبه من السوق من بره. مع ان الدوله ما تديناش حاجه من عندها مدعمه. من في كل اللي هو مستلزمات اللي انت بتستخدمها كل مدخلات الرغيف احنا يعني بنقوم بيها. ودي بندفع حقه والدوله بتدينا حق التصنيع فقط لا غير. طب انت ايه المطلوب في الاطار ده؟ يعني دي المشكله. ايه مطلوب فيها يا فندم؟ يعني مطلوب ان احنا مثلا النهارده يبقى في اعاده تكلفه لان طبعا احنا كان في اتفاق ان تعاد التكلفه كلما قضت الضروره. اتفاق مع مين يا فندم؟ حدث. نعم؟ اتفاق مع مين؟ التموين. اتفاق مع معالي الوزير الدكتور. ماشي معانا. فطبعا كلما اقتضت الضروره فالوقت الضروره موجوده. الضروره موجوده ان احنا نعيد التكلفه. نراجع بنود اللي احنا ماشيين عليها مع الوزاره. طب حصلت مخاطبات اخيره او لقاءات اخيره في طبعا احنا في حوار مستمر مع معالي الوزير وهو الحقيقه بيستجيب لاي مطالب احنا بنقولها وبعد مناقشات بيبقى في اتفاق نهائي لكل مطالبنا معاه. احنا لسه بس دلوقتي ما عدناش معاه لظروف اللي فيها البلد وظروف الحرب الاوكرانيه الروسيه لسه ما عدناش معاه. طيب بشكرك جدا استاذ عطيه حماد رئيس شعبه مخابز القاهره. طب ده اللي قاله الاستاذ عطيه. خلينا اسال حضراتكم سؤال وسؤال صريح. يعني دايما لما بنتكلم عن الازمه بنقول والله انه المستوردين مفروض يبقى بصين شوية للظرف العام. يمكن احنا بنتكلم عن السيارات بنتكلم عن السجاير وعليكم دور. يعني ما هو انا برضو انه انا ببص ان المستورد باصص لمصلحته الخاصة او باصص لمكاسبه الخاصة. لا ما هو في بلد في اقتصاد في مستهلك يعني ولا الكلام ده ما يجيش بالعكس. كلام محترم جدا. هنا كلام محترم مع مشاكل كل الناس. الحقيقه الحكومه يعني على قدر ما تستطيع. لكن انا بتكلم في حاجه يا دكتور في المسؤوليه الاجتماعيه للمستوردين. في حاجه يا دكتور في حاجه يعني لازم يبقى عندكم. حضرتك عايز اقول لك حاجه. انا مستورد ومصنع ومستهلك. ما انا مستهلك. ما انا اوريدي انا عايش جوه مصر. فلو الحاجه غلت انا اقصد انه في والله بنضحي على قد ما نقدر. حضرتك بنضحي على قد ما نقدر. هتكلم على شعبتي وبنتكلم يعني بنتكلم على الشعب. عن الشعب عندنا احنا عندنا الشعب طبعا بتنقسم الى مصنع ووكيل وموزع وتاجر. كل السلسله دي عندها ناس من الموظفين والعمال وكميه المصاريف معينه. احنا بنحاول بقدر الامكان نسبورت او ندعم هذا الموضوع من جبنة شوية. مرة في التانية في التالتة جزء من عندنا وبعدين جزء بعد كده نبدأ نفكر نجيبه منين وبعدين نبدأ بعد كده. بتوصل ساعات لمرحلة يعني احنا عندنا مرحلة استيراد النهاردة كل السيارات المستوردة مش موجودة. الناس اللي بتشتغل دي هتعمل ايه؟
واخد بالك؟ انا ما بلزمش الحكومه بحاجه. لا ما انا عارف الضغط اللي عندي. انا بقصده يعني ان انا كمستورد بنعمل اللي على قدنا. مستورد لما تبقى البلد والله في ازمه اللي نقدر عليه. فانا عليا دور يعني. ما اقدرش اقول لا انا ماليش دعوه. لا مش ماليش دعوه بس هو في نقطه معينه الناس تقف عندها. حتى الكبير ممكن يستحمل شويه. طيب هاخد يعني انا خدت التعليق ده، هاخد التعليق ده ويبقى التعليق الاخير في وقتنا النهارده. نقول الحلول. اتفضل. نقول الحلول. حضرتك دي مطالبه لفخامه الرئيس، لان اي حاجه عايز تتحلل لازم فخامه الرئيس. طبعا. وهو يعني قطع الغيار. انا عندي مصانع في اتحاد الصناعات زي الزجاج. الفرن بتاعه درجه حرارته 1200 درجه، عايز قطع غيار. ازاي ما يفتحلوش الاعتماد؟ لازم قطع الغيار دي مهمه جدا. كلام الاستاذ ابراهيم ده يحترم جدا. ماهوش ده في جميع السلع للاسف. ده مش جزء من البنك مش عايز يعترف بدي. قطع الغيار حاجه تمام يعني. احنا هنا بنحط مهمه جدا، بنحط الحاجات الاساسيه. ايوه الاساسيه. انا النهارده قطع غيار مصانع الزجاج الافران لازم تيجي. انا النهارده حضرتك انت جبت لي مستلزمات الانتاج تمام، عايز اصنع وعايز اشتغل. طب ما تساعدني عشان انا اساعد نفسي. احنا اوريدي في شعبتي، لان احنا كلنا على قلب رجل واحد. المستوردين احنا 4 5 أو 6. تعالى في الازمه لما ما كانش في خامات رفعنا، بعد ما فخامه الرئيس نزل وقال سمح باستيراد البضاعه والبضاعه بقى جايه كتير، حضرتك ارجع تاني. بس مش ارجع زي قبل التعويم، مش ارجع زي 15 76. احنا النهارده 18 31. البنوك المستورد مصلحته انه يشتغل. مصلحته انه يشتغل. صحيح. انا النهارده لو الدكتور محمد انا انتجت منتج وغالي عليه مش هياخده، انا مش هنتج تاني. هقفل. وهروح للي عمله البنك المركزي وهاخد الفلوس واحطها في البنك عشان اخد فايده 2%. زي ما قلت. الحل بقى الاخير لازم معالي محافظ البنك المركزي فلوس الاقراض للمشروعات وللتوسعات ما يحسبهاش 2% زياده. يدينا بقى اللي هي الشريحه بتاعت التصنيع. انا النهارده صانع عايز اجيب مكن، عايز اتوسع، ساعده، لان هو ده اللي هيجرك القاطره. قطر. صحيح. انا سعيد بهذا الحوار لسبب. مهم قوي قطع الخيار بتاعت كل السلع اللي موجوده في مصر لازم تتعامل بمستندات التحصيل، ونلغي برضه يعني تدخل مع الاعلانات، لان القطع الغيار لو ما اتوجدتش كل حاجه هتقف. حتى الثلاجه اللي في البيت ممكن يبقى لها قطع غيار ما تعرفش. صحيح. يعني هذا النقاش الحقيقه انا بشكر حضرتك طبعا استاذ علي السبع عضو مجلس اداره شعبه السيارات، والاستاذ ابراهيم بابي رئيس شعبه الدخان. هذا الحوار في النهايه هدفه لانه البلد دلوقتي داخله في حاله حوار كامله، في حاله مصارحه كامله، والكل اللي بيتكلم على معوقات او بيتكلم عن سلبيات واللي بيتكلم عن الايجابيات، الكل الحقيقه بيسعى في طريق واحد وهو دعم حاله البناء والتحديث اللي موجوده في البلد. وربنا دايما يساند هذا البلد، لان انا دايما بقول ملناش غيره طبعا، حتى مصدرين مصنعين تجار ملناش غيره. بشكر حضراتكم وشكرا لكم لمتابعتكم لنا اليوم. نلتقي غدا ان شاء الله، وتصبحون على وطن.